يمكن التعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق ليستجب سهل بخطوة واحدة سهل الحال. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، من ثم سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل الكشاف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة.